السلام عليكم، أنا مؤيد من قناة وورد أوف تكنولوجي، ورجعنا لكم يا شباب بحلقة جديدة من سلسلة تعليم الفوتوشوب، وهو البرنامج اللي أغلب الناس بتحبه. بس عندي طلب بسيط قبل ما نبدأ الفيديو، لأنه أنا عم شوف كتير فيوز أو مشاهدات عم تجينا، يعني تقريبا حنوصل لخمسمية مشاهدة، وأنا ما صار لي بادئ القناة تقريبا غير شهر. فمن فضلك ما رح تخسر شي إذا نزلت اشتركت بالقناة وحطيت لنا تعليق يدعمنا. بس ويلا نبدأ. طيب يا شباب، واليوم احنا بالحلقة التاسعة من سلسلة تعليم الفوتوشوب واللي هي قبل الأخيرة. اليوم معنا قائمتين، أول قائمة واللي هي سيلكت، وثاني قائمة اللي هي فلتر. اول قائمة عنا اللي هي select، اول شي عنا اللي هو all. انا عندي كذا layer او كذا صورة او كذا شي انا بحدده، فلما اضغط all او اثبت من الكنترول من الكيبورد عفوا كنترول A، هيحدد لي كل شي. دي select معروفة، هي الغي لي كل التحديدات اللي انا كنت محددها. دي select واللي هو بيعمل لي تحديد للشغلات اللي انا كنت محددها قبل، والانفرس اللي هو بيعكس لي الشغلة. مثلا انا عندي اثنين لاير، انا كنت محدد اللاير فبيحدد لي اللاير الثانية اللي هي عكسها. يعني مثلا هون بهذا القلب انا كنت محدد هون اللي جوا، خلونا نجرب. مثلا انا كنت محدد هذا القلب، فلما فوت على select واكبس انفرس عكس لي وحدد لي اللي برا القلب. لاحظوا شلون حدد لي القائمة. طيب اول لاير هيحدد لي كل لايرز اللي انا عندي بهون باللاير، ودي سيلكت لاير نفس الشيء حيلغي لي التحديد. فايند لاير انا بدي ابحث عن لاير بكتب اسمه وبطلع لي. كالر رينج هو التحديد عن طريق اللون، يعني انا اضغط هيك فاحط مثلا السيان واكبس له اوكي. لاحظوا شلون حدد لي بس الاماكن اللي فيها هذا اللون. مثلا انا هلا اذا حطيت كمان سيلكت كلر رينج وحطيتها مثلا بلو وعملت له اوكي، لاحظوا شلون ما لقى شي بلو، او ما عرف شو البلو بالصورة. هنرجع نجرب. ورجاني انه ما في ابدا بلو بالصورة، يا اما اخضر يا اما اسود يا اما سيان او سماوي. طيب الشي اللي بعده واللي هو الموديفاي، الموديفاي مثلا انا كنت محدد هذا القلب مثلا، فلما افتح على موديفاي في شيء اسمه عنا اللي هو البوردر، هو بيعطيني اطار للشيء اللي انا كنت محدده. وفي عنا شيء اللي بعده اللي هو السموث، مثل ما انكم شايفين هذا انا اذا كنت محدد مثلا مربع فبيعمل لي الزاوية تبعه ما تكون حادة. لاحظوا شلون، خلينا نجرب مثلا اعمل هيك. فانا اذا فتحت على سيلكت وموديفاي عفوا وعملت سموث، لاحظوا شلون عمل شكل يكون زوايا مو حادة. يعني لاحظوا هون شلون الزاوية منحرفة. طيب الشي اللي بعده بالموديفاي واللي هو الكون، طيب هذا الموديفاي عفوا هذا الكونتراكت هو لا تصغير. مثلا انا بدي صغر هذا الشيء اللي انا عملته، فبضغط على كونتراكت وبعمل مثلا 25، هلا يصغر لي 25 بكسل. هاي لاحظوا شلون. طيب الشيء اللي بعده واللي هو بقائمة الفلتر، هيك احنا خلصنا تقريبا اهم الشغلات بقائمة سيلكت. القائمة اللي بعده اللي هي قائمة الفلتر، عنا اول شيء الاختيار اللي هو بيحط لك اخر فلتر انت حطيته للصورة، بيحط لك يا فوق او من
ان كان بتكون اسم الكيبورد كنترول اف بتحطه. طيب عندنا convert for smart filter اللي هو انت بتحول اللاير لسمارت اوبجكت. اللي ما بيعرف شو السمارت اوبجكت انا شرحتها بالدروس اللي قبلها، اذا بتحب ترجع تشوفها. طيب عندنا هذول الاربع شغلات هنين خاصين بالكاميرا، انا ما رح اشرحهم هلا، بس اذا وصل الفيديو ل 30 لايك او بامكاننا نقول 50 لايك، من 30 ل 50 لايك انا حاشرحهم وحط لهم درس. اويل بينت اللي هو بيخلي لك الصورة كأنه ملونة بألوان الزيتية، يعني لاحظوا شلون خلت لي الصورة كأنه ملونة تلوين. الشيء اللي بعده واللي هو البلور اللي هو التموين، يعني أنا مثلا عندي صورة بدي اعمل جزء منها تموين، يعني بدي اياها ما تبين كتير، يعني خليها مغبشة او مو مغبشة، موهة ما تبين منيح، فانا بضغط بلور هون على اي. لاحظوا شلون عمل لي بلور على كل الشغلات معنا ما عدا الشغلات اللي انا محددة. طيب والشي اللي بعده من قائمة بلور واللي هو بلور مور، يعني بيعمل لي تمويه اكتر، يعني لاحظوا شلون انا لو كبست عمل لي تمويه اكتر للصورة. في كذا شغلة من انواع البلور بامكاننا نحنا نستخدمها واللي هي سهلة، يعني ما بدها شرح، كل واحدة بتكون البلور تبعها بشكل مختلف وبزيادة مختلفة بامكانك انت تتحكم فيها. طيب ديستورت ما بعرف الصراحة شلون بتنقرأ هاي، يعني بس اعتقد انه هيك تنقرأ. فيها كذا شغلة جميلة الصراحة، في شي اسمه ويف وفي شي اسمه تويرل وزيكزاك. مثلا هي تويرل بيفتح لي هيك نافذة جديدة، بامكاني انا الصورة اعمل فيها دوائر، يعني لاحظوا شلون سويت فيها دوائر. بتفيد هالشغلات باللوجو وما اللوجو، يعني اذا انت بدك تعمل شكل وتدوره بامكانك انت تعمل هيك. بامكانك انت كمان تعمل ويف اللي هي موجة، تختار شكل الموجة تراينجل ولا سكوير، وبتعمل الويف لينس طول الموجة والامبلتيود اللي هو الارتفاع تبع الموجة. في عنا كمان اخر وحدة واللي هي الزيكزاك، هي شبيهة بالتويرل بس تعمل لي يا اما مثل قطرات المي هي، لاحظوا يعني انت اذا كان عندك بحر بامكانك انت تعملها. لاحظوا شلون عملت لي مثل قطرات مي، وبامكانك انت تعمل زيكزاك للصورة. لاحظوا شلون هاي كان اهم الشغلات بقائمة ديستورت. عنا النويز اللي هي ضجيج او تغبيش مزعج، اللي هو واللي هو لاحظوا شلون مثلا انا عندي هلا حعمل اد نويز، فلاحظوا شلون عملت لي مثل هيك، بيخلي الصورة فيها ضجيج او مزعج، يعني بيكون مزعجة للعين. ما بعرف صراحة شو فائدتها، بس اعتقد بتستخدم لا اذا انت بدك تغبش كلمة او شغلة فبامكانك انت تستخدمها لهي. بامكانك هون تعمل اماونت تبع التغبيش، حصلون اذا عملت الضجيج او التغبيش هذا لاحظوا شلون صارت ما تبينت اصلا الصورة. طيب عنا نويز هون في كذا شغلة، هدول كلهم للنويز، تتحكم انت بالنويز.
تليفوني مثلا reduce noise بيعطيك كافة الخيارات للنويز. يعني بتتحكم بكذا شغلة بالنويز تبع اللي انت بدك تضيفه. بيكسليت صراحة انا فيها كتير شغلات ولقيتها كتير كبيرة وبدها ينعمل لها درس خاص. فالناس اللي جعبالة تعرف شو هي يكتبوا لي تحت بالتعليقات لحتى اعمل لها درس خصوصي. هاي البيكسليت انا الشيء الوحيد اللي بيستخدمه منها واللي هو الموزك. الموزك هو تغبيش بس على طريق البكسلات. يعني لاحظوا شلون عمل لي مكعبات مكعبات. يعني البكسل اصلا هو عبارة عن مكعب صغير. يعني انا هلأ اذا قربت لكم الصورة على هاي كتير هيك هتشوفوا بكسلات. يعني شي مثل المربع. فهي تعمل الموزك تعمل لك تغبيش للصورة. يعني مثلا انت شخصية ما بدك تبينها بالفيديو تبعك او بالصورة تبعك كلمة بدك تغبشها او جملة بدك تغبشها. فانت بتختار الموزيك من هون. انا الصراحة هي استخدمها جدا يعني مفيدة. هي كانت الشيء اللي انا عرفته او اللي انا حاولت ابحث عنه او انا دائما بستخدمه بالبيكسليت. عنا الشاربن واللي هو معروف هاي الكلمة اصلا اللي هو الحدة تبع الصورة. مثلا انا بدي اعمل شاربن لكل الصورة. بدي اعمل شاربن للايجز بس الحدود. بدي اعمل سمارت شاربن اللي هو يتحكم بالحدة تبع الصورة بشكل ممتاز. خلونا نجرب مثلا شاربن. اذا مثل شاربن لاحظوا شلون عملت حدة للصورة. يعني انت اذا كنت عامل بلور وبدك تقيمة بامكانك انت تحط حدة. بامكانك تعمل شاربن مور. يعني لاحظوا شلون صارت الصورة ما حلوة انه عملنا لحدة زيادة. صارت طالعة البكسلات الى خطوط. يعني ما عاد صارت بكسل صار بكسل مبين. بامكانك تعمل سمارت شاربن اللي هو تتحكم بالشاربن الاماونت تبعه والراديوس وكل شيء. بس وهي كانت قائمة الفلتر باختصار شديد. حاولت انا اختصرها بس اعذروني يعني بدها بحث مكثف جدا لحتى اقدر اشرح كل شغلة لحال. فلازم اخذ وقت بالشي. واذا انا بدي اعمل هيك هاخذ كتير حلقات. فنحن عم نخلي اصلا السلسلة اسمها سلسلة تعليم الفوتوشوب للمبتدئين. فانا اذا خليت الشغلات شرحت الشغلة ما راح تصير للمبتدئين حتصير للمحترفين. فخلينا بالشغلات الاساسية. مشان هيك اعذروني للناس المحترفة او الناس اللي بدها تتعلم اكتر عن الشغلات اني ما قدرت اشرحها بالكامل لانه لازم اشرحها بشكل مفصل جدا. وهذا حنعمله مستقبلا باذن الله. بس وهي كانت نهاية الحلقة. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بنفس الوقت. ولا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب. ومع السلامة.